طب انا معايا بقى تليفون من حد بعت لي مسج بيقول انا رايح اودي ورد لمراتي عند شغلها. صباح الفل. صباح النور. انت مين؟ اسمك ايه؟ قول لي. ايهاب. يا ايهاب صباح الفل عليك، والمسج الحلوه دي لازم يعني نشاركك بيها، وان انت يعني قررت تعمل كده النهارده. ده الفالنتين رقم كام ليكم مع بعض؟ اول فالنتين لينا. عشان كده جايب الورد. هو اول فالنتين نبدا ببوكي ورد. ان شاء الله دايما. ان شاء الله دايما. يعني ربنا يسعدكم على طول. بس هي بتبدا كده يعني، اول فالنتين بيبقى ايه، بوكي ورد كبير قد كده، بعد كده يبدا كان ورد في الخطوبه، ورد في الفالنتين. طب وبعدين هنفضل نجيب ورد كتير؟ انت جبت الجنينه كلها. حاجتين، الورد والشوكولاته. المناسبه كده ورد ومناسبه شوكولاته. واحده كده واحده كده واحده كده واحده كده. برافو عليك. طب انت بيجي لك حاجه في الفالنتين، ولا انت يعني بتسترد فلوسك كاش باك، ولا ايه اللي بيحصل؟ انا شفت مراتي ماشيه في الشارع اهي. طب استنى بقى ركبها معانا واشغل السبيكر. طب يلا بينا. اركبي. اسمها ايه؟ طيب نسلم عليها يا ايهاب. ايه ده؟ في ايه؟ طيب لو في خناقه ولا حاجه بس، او عليك فلوس بلاش. ده الورد اتعمل دلوقتي. اوكي. راديو 90. اسمها ايه طيب؟ رشا. يا رشا صباح الفل. صباح النور. ايه الاخبار؟ انت استلمتي الورد دلوقتي واحنا معاكي بجد؟ ايوه خدت الورد. انا فرحان قوي. انا وشي قلب دبدوب دلوقتي يا جماعه. انا حسيت ان انا اللي اتكسفت والله مش انت. طيب ايه رايك في المفاجاه اللي اتعملت دي؟ لا جامده الصراحه. والله انا مبسوط ان احنا شاركنا فيها كمان. بس كل مره ايهاب بيقول ان هو مره بيجيب لك ورد ومره بيجيب لك شوكليت يعني. فانت كنت عامله حسابك المره دي على ورد ولا شوكولاته؟ لا خالص خالص. ولا ده ولا ده خالص، يعني مش في الحسبان خالص. طب انت عامله له مفاجاه انت كمان، ولا ما حوشتيش الشهر ده؟ للاسف. ولا للاسف للاسف عامله مفاجاه للاسف. لا لا. ان قولي له ان انت اللي متفقه مع الراديو عشان نفاجئكم عادي. جيبيها فينا احنا موافقين. معانا. صباح الفل عليك يا رشا، وهابي فالنتاين ليكي انت وايهاب، وربنا يسعدكم دايما كده. بشكرك يا جدا. يا رب. اللهم امين. دي اول مره حد ياخد ورده على الهوا في نفس اللحظه دي، يعني حاجه تاريخيه بصراحه. فانا مبسوط والله. والله سقفه جدا لايهاب ان هي يعني جت في الوقت المناسب. برافو عليك. صباح الفل عليكم. بشكرك جدا. صباح النور. باي باي.